معدل الراتب قبل كان كل 3 سنوات هسه سووه كل 5 سنوات وهاي مشكله. ايش ما تزيد متوسط المعدل مال الراتب تقل، يعني مثلا اضرب مثال يعني اذا اني معدل مال 5 سنوات مالتي 500,000 وعندي خدمه 30 سنه يطلع 350 اليوم ضربته في عدد الاشهر وقسمت على 12 يطلع 325 يعني اطلع اقل من الحد الادنى. زيد خدمتك يعني اذا 30 سنه اذا 30 سنة يطلع 325,000. لا لا من اللي يستلم 1,750,000 كحد اعلى؟ زين هذا يا بطل. زين ليش انت تحددني ب 80%؟ ليش ما تحددني ب 100%؟ لا انا دا اقول موظف الدوله الان، الموظف مو العامل، موظف الدوله يستلم 80% من الراتب الاسمي مالته بالتقاعد. نعم. ليش ما صار اسوة بالموظف العامل؟ هو هذا نبحث عنه. انا مو مع الموظف، مو ضد الموظف ولا مع العامل ولا ضد القانون ولا مع القانون، انا استفهم حتى لا افهم خطا. احنا انت عليك احنا استاذنا عز هذا نبحث عنه. احنا قد ما اجوا قالوا هذا القانون سووا انه يعني هو هذا حلم العمال، حلم العمال هذا هذا يعني فد قانون رصين وموفقين وبالخير. استاذ حسين انتم هم تم يعني مشاورتكم في هذا القانون، تم زيارتكم يعني مناقشتكم بتفاصيل هذه القوانين، هذا القانون منو اللي من وزارة العمل؟ اوكي هي اللي صدرته الى البرلمان للتصويت عليه، لكن ما صارت دراسة مشتركة بينكم وبين وزارة العمل؟ والله استاذ احترضنا اكثر من مرة، مرة قالوا راح ندمجه ويا قانون التقاعد وقلنا يا حالة العمال تختلف عن حالة الموظف، ما يصير تدمجون. هاي حالة تختلف، انه قالوا التأمينات الاجتماعية. إذا حالة تختلف ليش طالب ب 80% استاذ حسين؟ يعني كحد أعلى، بس أنت مو تجيب نفس الموظف. العامل يختلف، العامل يتعامل مع صاحب العمل، يتعامل مع القطاع الخاص والمقطع التعاوني، ما يتعامل مع القطاع العام. فتختلف يعني بيئه العمليه تختلف، وضعه يختلف عن 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 الموظف. لهذا السبب احنا نقول انه العامل تختلف حالته، فقدرنا انه نخلي على قانوننا القديم. يعني انتم مطلعين عليه؟ قانون التقاعد مطلعين على هذا القانون اللي قرر اليوم؟ احترضنا كثيرا. انتم كنقابات؟ احترضنا كثيرا وقدمنا اعتراضات اكثر من مره لكن ما سمعنا. اليوم بعد ما شرع هذا القانون ممكن ان تقدمون شكوى الى المحكمه الى القضاء بالطعن بهذا القانون مثلا؟ اذا كان بحيف كبير وانا اشوف السوداويه الان والتشاؤم اللي عندك لا تفلش العامل. والله اليوم احد مستشارين يعني زار الاستاذ كرم شمخي، رجل عنده باع طويل في العمل النقابي وشارك اكثر من مره في اجتماعات منظمه العمل الدوليه ومنظمه العمل العربيه، واجتمع اليوم بوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وطرح عليهم هالاشكالات، والمصيبه انه مجاوبينه قايل احنا ما ندري اكو هيك شيء. منو هذول؟ وزاره العمل، من قاعد وزاره العمل قايل احنا ما ندري انه اكو هيك اختلاف وهيك اكو. يعني القانون تغير، النسخه اللي دزتها وزاره العمل تختلف عن النسخه اللي شرعها البرلمان؟ بعد ما اعرف انهم لا ما تقول ما ندري، يعني اتصور قايله ما ادري بهذا الامر اللي هذه الاشكالات اللي صارت بهذا القانون. من طرح لهم انه قايل يقابل انه ال3 سنوات صارت 5 سنوات، ال1% انشالت. بس نقطه نظام هاي انت بس. نعم. اكد لي هاي النقطه. نعم. القانون ارسل من وزاره العمل لمن الحكومه العراقيه، من وزاره العمل الى الحكومه إلى والحكومه دزتها البرلمان. نعم. هاي وحده. نعم. الشغله الثانيه ال1% خالتها وزاره العمل وما تدري هذا راح يصير، وايضا ال3 سنوات مسويتها 5 وزاره العمل خالتها وما تدري هذا اللي راح يصير بالتطبيق بالطريقه العمليه. احنا لو هذا تغيير بالبرلمان احنا استاذ لحد ما يقرون قروا تقريبا 30 ماده نعرف انه كان 1% غلاء معيشه و3 سنوات معدل المتوسط للراتب اللي راح ينضرب به التقاعد، الخدمات المباشره وغير المباشره موجوده، اللي هو انه العامل يقدر يروح المستشفى، يقدر يدزوه الخارج يتعالج، يعني اكو صندوق ضمان، يقدر يدزوه سفرات ترفيهيه حتى يرفع عن نفسه انه هو مضنك بالعمل، هاي كلها احنا متوقعينها، لكن تفاجئنا من القرار هسه من قرار القانون تفاجئنا انه هاي طلعت هاي الاشكالات، ما تعرف بيه. هسه ما جاوبتني، منو اللي غير؟ وزاره العمل دزتها وما تدري بيه؟ ما اعرف. لو البرلمان هو اللي غير؟ والله ما اعرف. ما اعرف ترى. زين ما اطلعتوا على نسخة قانون وزارة العمل اللي دزتها البرلمان؟ وزارة العمل اللي نعرفها دزتها بهالصيغة هذه. هاي الصيغة اللي انت الصيغة لا الصيغة اللي ما محترضني عليها. ورجع ويانا السيد النائب. اي تفضل سيادة النائب. أكيد عندك كلام يعني كثير. يعني عذرا احنا جاي نتكلم